هنا في قصر 15 من يناير، الموقع الذي يعتبر رمزا وتاريخيا، انطلقت أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني الذي جاء تنفيذا لمعاهدة رئيس الجمهورية أثناء حفل تنصيبه في ولايته الحالية بتاريخ 8 أغسطس 2016. بعزف النشيد الوطني أعلنت بداية الحفل تحت الرعاية السامية لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. ستكرس أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني لمراجعة وتقييم عمل مؤسسات الجمهورية الرابعة بعد 2 والمقررات 74 التي انبثقت عن المنتدى الوطني الشامل الأول. وقد أكدت رئيسة اللجنة التنظيمية لسيبيا سومدا بأن رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو رجل قول وفعل، وأن المنتدى سيطرح ويناقش شكل ومضمون الجمهورية الرابعة بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي وتطلعات المستقبل. وبسبب قيود فيروس كورونا فقد تم تقليص عدد المشاركين إلى 600 مشارك. كما ستعرض خلال المنتدى نتائج أعمال المنتديات المصغرة للولايات ومقترحات التشادين التي قدموها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنتدى الوطني الشامل الثاني.